السلام عليكم، معكم اخوكم محمد ابلوشي، وفي هذا الفيديو راح نبدا اول فيديو في سلسله برامج خرافيه ومفتوحه المصدر. فخلونا نبدا ببرنامج بريف او متصفح بريف. فزي ما شايفين هذا هو برنامج بريف قدامنا، واللي هو مبني على النسخه المفتوحه المصدر من جوجل كروم اللي هي اسمها كروميوم. فاذا انت مثلا ممكن مره ما هو عاجبك فايرفوكس، بريف ممكن حيكون خيار جدا جميل لك. وزي ما شايفين معانا هذا هو شكله، وزي ما شايفين معانا لو بتنزل بريف هو موجود على لينكس ويندوز وماك، فهو موجود على كل المنصات زي ما شايفين معانا. وميزاته انه يقدر يعرض عليك اعلانات ويدفع لك فلوس عليها عن طريق الكريبتو. فاذا انت مثلا تبغى يعني تكسب يعني كم فلس هنا وهناك يعني وتشوف اعلاناتهم، تقدر يعني تسوي ذا الشيء، او اذا ما يعجبك ذا الشيء تقدر تطفيه، ما عندك مشكله. ومن ميزاته كمان الاخرى اللي هي جدا مهمه غير عن الكريبتو وهذه الاشياء، انه مثبت مسبقا اد بلوكر على ما اظن اسمه يو بلوك على ما اظن اذا ما خاب ظني، ولكن هو الاد بلوكر جدا ممتاز. يعني لو حتى تدخل اليوتيوب، طبعا نعرف انه يعني اليوتيوب يوريك اعلانات، فعن طريق الاد بلوكر هذا او عن طريق استخدامك فقط لمتصفح بريف ما تطلع لك هذه الاعلانات. ومن الاشياء اللي يسويها زي فايرفوكس هذا المتصفح انه يحارب التتبع الموجود في صفحات الويب، اللي زي ما احنا عارفين فيسبوك يتبعك في كل موقع انت تروحه، وحتى كمان جوجل كمان. فبريف يحاول يحد من هذه المشاكل، هم مصممين اشياء جوه المتصفح انه يحارب هذه الاشياء. فحتى زي ما شايفين يعني لو تطالع هنا، يعني انا لندحين ما استخدمته، ولكن تقدر يعني كل ما تستخدم البرنامج حيوريك قديش تراكر او اد يعني مثلا حجبها لك. فمثلا لو نروح مثلا نبحث عن اي شيء لينكس، وخلوني اوريكم يعني من الاشياء المهمه، السيرش انجن او برنامج البحث هو كمان بريف، هم مسوين سيرش انجن كمان. ولكن اذا انت ما يعجبك هذا الشيء او تحب تستخدم كروم او دك دك جو او اي شيء مثلا، تيجي هنا الاعدادات تروح السيرش انجن، بدل ما تختار بريف تختار مثلا جوجل، وعلى طول يبدا يستخدم معك جوجل. فلو نضغط كمان لينكس، فزي ما شايفين يعني جوجل شغال معانا، وكلها بضغطة زر واختيار المتصفح معانا. فزي ما شايفين معانا اليوتيوب شغال وما جاتنا اعلانات. فهذا الميزة اللي يعني مثلا انت ما تحتاج تروح تثبت اد بلوكر في بريف. وكمان من الاشياء اللي يعني من مميزات انه مثلا مبني على كروم، انه كل او اغلب الاكستنشنات والبلجنز اللي موجودة على جوجل كروم حتقدر تشتغل هنا. فلو نبحث عن كروم بلجنز او اكستنشنز على ما اظن اسمها الستور حقهم، تقدر تخش هنا. ومن الاكستنشنات اللي دائما انا ثبتها اللي هي دارك ريدر. فزي ما شايفين جانا، هو جانا الاكستنشن هذا، ولو بنضيفه ببساطة زي كذا نضغط ونضاف معانا، والاكستنشن هذا يسوي يخلي لك اغلب صفحات الويب يعني دارك مود، اذا حتى هي ما تدعم الدارك مود يخليها تدعم دارك مود. فزي ما شايفين لو فزي ما شفتوا لما بحثنا عن في جوجل عن لينكس كان ب يعني اللايت مود، فالحين بسبب استخدامنا لدارك ريدر صار دارك مود. وإذا أنت مثلا ممكن في الصفحة معينة ما هو ضابط الدارك مود، تقدر تيجي هنا وتطفيه، تضغط كمان تشغله، وتقدر تعدل على البرايتنس ودي الأشياء من هنا. فإذا ما تعرف الإكستنشن هذا ممكن راح يفيدك جدا يعني يريح عينك شوية. ولو لاحظتوا يعني لما فكيت أنا التاب جديد جاب لنا إنه 21 تراكر وآد يعني حجبها لنا، كله بسبب يعني زيارتنا لهذا الموقع واللي هو يعني من جوجل. فزي ما شايفين جوجل ما شاء الله يعني يتبعوك في اتفه الاشياء حتى لو بتنزل اكستنشن. ومن الاشياء اللي لازم انبه عليها انه السينك في بريف ما هو عن طريق الايميل، يعطوك كود. فزي ما شايفين معانا لو بنختار يعني مثلا سينك، لما نسوي سينك هذا اول مثلا اول مره انت تستخدم بريف لازم تسوي زي كذا، تيجي مثلا اذا انت كنت تستخدم كمبيوتر تضغط كمبيوتر ويعطوك هذا الكود، وهذا الكود هو اللي راح تستخدمه في يعني مثلا مزامنة بياناتك، يعني مثلا مزامنة الاكستنشنات اللي تنزلها، الثيم حقك، كل شيء عن طريق ذا الكود تقدر تشاركه في بين
بين يعني مثلا متصفحات البريف اللي انت تستخدمها سواء على الجوال او على كمبيوترات ثانية. فلو مثلا زي ما شايفين هذا هو اول برنامج يعني مثلا او اول جهاز مشبوك معنا. فلو مثلا نبغى نضيف جهاز ثاني ومنها كمان اوريكم ميزة ثانية موجودة في بريف انه تقدر تسوي بروفايلات. فخلونا نسوي create new profile. يعني مثلا واحد بيستخدم البريف حقك او اخوك اختك اي احد تقدر تسوي له بروفايل. فنضغط هنا نقول guest 2 لانه اللي قبل شوي انا كنت مستخدمه كان guest 1. فزي ما شايفين فكر لنا صفحة جديدة ب guest 2. فلو بنزامن عن طريق الكود اللي قبل شوي دخلناه نضغط هنا I have a sync code ونلصق هذا ويقول لك من جدك نقول له ايوه. فزي ما شايفين انضاف معانا الجهاز الجديد. تقدر يعني مثلا تختار ايش الاشياء اللي تبي تزامنها هنا او اذا تبي تزامن كل شيء يعطي له كل شيء. فزي ما شايفين هذه الاشياء اللي تقدر تسويها في بريف. فزي ما شايفين انا اشوف يعني بريف برنامج او متصفح جدا جميل لاي شخص ما يحب يعني فايرفوكس ولكن في نفس الوقت ما يعجبه استخدام جوجل كروم لانه جوجل بس بتتبعه. فاذا عجبك الفيديو وعجبك المتصفح او اذا عندك متصفح ثاني ممكن عاجبك تقدر تكتب لنا هو في الكومنتس وكلنا نستفيد. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير. وتقدر يعني مثلا تتابعني على احد هذه الصفحات معليش هنا على احد هذه الصفحات. وكون جدا شاكر لك. كان معكم اخوكم محمد البلوشي والسلام عليكم.